بدر رجب مشرفنا منورنا، واحد من نجوم من النادي الاهلي، واحد من اعظم اللي دربوا ناشئين في تاريخ النادي الاهلي وتاريخ مصر. كابتن بدر برحب بيك. حبيبي يا عمر، ازيك يا حبيبي؟ عامل ايه؟ وحشت كتير يا كابتن. ازيك يا كريم، اخبارك يا حبيبي؟ الحمد لله يا كابتن، اخبار حضرتك؟ وحشني ولادي، وحشني. ده كان عمر ولا ده كان كريم؟ ربنا يخليك كابتن بدر. يعني معانا واحد من ولادك، واحد من اللعيبه اللي حضرتك اكتشفتهم، لكن جه السؤال عند كريم: مين اللي سماك ندفد؟ قال لي كابتن بدر رجب. فانا عايز اعرف هل الكلام ده حقيقي فعلا يا كابتن؟ كان شعر اصفر وهو صغير كده، وكان كان شبه بافل ندفد، ولا بيقول يعني كلام كده وخلاص؟ كريم ده من يوم لعيب اوروبي، ستايل وشكل كمان، يعني ستايله لعيب اوروبي وشكل، ستايله في اللعب حاجه جميله. كريم من اللعيبه من ولادي اللي انا يعني تاثرت بيهم جدا في الملعب، وكان ولد ملتزم جدا وهو صغير، وكان زي ما قال هو كان شعره اصفر كده، وكان رشيق وطويل، وكان عنده علاقه كويسه قوي كريم وهو صغير حاجه، وهو كبير كمان اتحسن كتير وبقى لعيب. ده انا بقول ان شاء الله نشوفه في اوروبا مش في مصر بس. كابتن بدر، هل كنت متنبئ حضرتك ان كريم يكمل في الدرجه الاولى للنادي الاهلي ويكون واحد من اهم اللعيبه اللي موجودين حاليا؟ انا كل ولادي عمر اللي مررتهم لعبوا درجه اولى. ده حقيقه يا كابتن. كل ولادي اللي لعبتهم اللي مررتهم الحمد لله لعبوا درجه اولى، سواء في النادي الاهلي او في المنتخبات او في انديه الدوري الممتاز المصري. يعني يا كابتن بدر، انا عارف ان حضرتك يعني دمك خفيف وحضرتك روحك حلوه، وعارف ان حضرتك واحد من المدربين اللي دايما بيكون عندهم صفتين: الجد في الاوقات اللي حضرتك بيكون جد فيها، والهزار في الوقت اللي بتسمح فيه بالهزار. لكن سر بقى الوجود الالقاب مع كابتن بدر رجب، يعني كريم ندفد، محمود حسن تريزيجيه، كريم ايالا، عايز اعرف كابتن سر حضرتك مع الالقاب ايه؟ اللعيبه دي وهي صغيره يا عمر كنت موجود في مدرسه الكوره، كنت معاهم انت مواليد 88 صح، وكريم مواليد 99، فانا كنت بثق الاسماء دي على الستايل اللعيب الاوروبي. لما واحد تحفيزني الولد اللي هو الناشئ الصغير ده لما يشوف عم اسمي كريم نتي، ده اسمه كريم واطلع له عليه نتي، انا عايزه يوصل لمستوى نتي صح، فبالتالي ده حافز ليه عشان يبقى لعيب من صغره ليه اسمه اوروبي. فبالتالي الحاجات دي بتفرق مع الولد، السن الصغير بالذات لما بتديله لقب لعيب اوروبي، لعيب كان نفسه ده لعيب كبير جدا. فبالتالي كريم الاسماء دي كنت بطلقها على لعيبه كتير جدا في مصر، وبقت لازمه فيها. يعني انا كمان بنسى اساميهم الاصليه، يعني انا عمري ما لقيت الكريم بكريم. اه فعلا، يعني نفسه ايالا، راؤول، بيكم، كل الاسماء، كهرباء، كل الاسماء دي انا اسمه الحقيقي اصلا بالنسبه لي خلاص مش موجود، لكن اسمه اللقب اللي انت تقوله هو ده اللي هيفضل معاه طول عمره. التاني ده فرق معاه جدا جدا، الناس عارفه كريم نفت، عارفه نفت قبل كريم كمان. التاني الاسم ده لقب مميز للولد، وكريم يستاهل اكتر من كده بصراحه. يعني كريم من الاولاد اللي انا من اقدم اللعيبه اللي مرنتها في حياتي. الله يخليك يا كابتن. اللعيبه اللي مرنتها في حياتي كريم. انا كان عندي مجموعه في مدرسه الكوره وقطاع الناشئين، كان عندنا ان شاء الله ما زال احسن قطاع مش في مصر بس، في افريقيا وفي اسيا، وكان يكون قريب جدا من اوروبا، عشان كده كنت بطلب الاسماء دي. كريم، هل كان في موقف بينك وبين الكابتن بدر؟ اكيد كان في مواقف طريفه، لكن ممكن تكون فاكر موقف كده لا يمكن تنساه ولا يمكن يعدي من عليك. في الاول برحب كابتن بدر طبعا، وهو من المدربين اللي فرقوا معايا زي ما لسه قايل لك عمر، من المدربين اللي فرقوا معايا جدا، وفرقوا في شخصيتي جدا، وفرقوا في طريقتي جدا. لكن هو كان كابتن بدر على طول بيتضايق لما كنت بحلق شعري. كنا في المدرسه عندي، كنت انا في ازهر وانا صغير، فكانوا بيحبوش ان شعري يبقى طويل. فمره رحت المدرسه وخلوني احلق شعري، وجيت لكابتن بدر راح معايا المدرسه قال لهم ازاي احلق شعري. بجد والله؟ اه فعلا. هو بجد يا كابتن بدر؟ حصل فعلا. كريم كان وهو صغير كان مربي شعره، كان شعره اصفر كده وكان جميل جدا وهو صغير كريم. وبعدين جالي مره حلق شعره زعلت جدا، قلت له متعلقش شعرك قوي في المدرسه، عشان رحت معاه المدرسه وقلبت الدنيا وخليته يربي شعره تاني. المواقف اللي ما انساهاش يعني. يعني يا كابتن بدر، اكيد طبعا وجود حضرتك معانا يعني شيء بيشرفنا، واحنا نتمنى بقى ان حضرتك لما تكون موجود بالسلامه تكون موجود معانا في حلقه علشان شرف بيتك وقناتك، قناه النادي الاهلي. فبنشكر حضرتك شكرا جزيلا يا كابتن بدر، ويعني نتمنى التوفيق سواء لكريم او اي حد من ولاد حضرتك كنت موجود معاهم، طلعت جيل يشرف مصر ويشرف النادي الاهلي. واكيد زي ما حضرتك قلت كلهم موجودين بيلعبوا سواء على صعيد المنتخبات او على صعيد الدوري المصري الممتاز. الكابتن بدر رجب بشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجود حضرتك معانا. جميل.